ماركو، عامل ايه يا عم ماركو؟ اخبارك؟ تمام، انت سعيد يا اخبارك عم ان ايه؟ انا شفتك. وانا كمان صدقني، اخبارك ايه؟ انا الحمد لله ماشي الحال. اليومين دول بفكر وفي حاجه كده شغلاني يعني شويه عن حياه يسوع المسيح. احنا على طول بنعرف عن حياه يسوع المسيح، هو كبير والمعجزات اللي عملها، بس عن طفوله المسيح ما بنسمعش كتير. ممكن يا ماركو تشرح لي ايه كانت حياه المسيح هو وصغير، طفولته؟ عندك حق، الكتاب المقدس ما بيكتبش كتير عن حياة المسيح وهو طفل، ولكن خليني أبحث أكثر عن الموضوع ده وأعمل لك فيديو بيشرح أكثر عن طفولة المسيح وهو صغير. ازيكم أصحابي، أنا ماركو من برنامج سعيد إنك سألت. يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان توصلكم كل حلقة جديدة بسؤال جديد. وسألنا النهاردة هو: كيف كانت طفولة الرب يسوع؟ من الواضح ان مفيش غير لوقا اللي كتب عن طفولة يسوع، وباقي كتاب الكتاب المقدس ما كتبوش حاجة واضحة عن حداثة يسوع. ولكن من اللي كتبه لوقا في اصحاح 2 41 ل 52 يعرفنا صورة مبسطة عن طفولة يسوع. اولا، كان يسوع ابن لابوين ملتزمين بممارسة الشعائر الدينية. كانت من عادات يوسف ومريم الحج الى اورشليم في وقت عيد الفصح من كل سنة بحسب متطلبات ديانتهم، وتصادف المرة دي لما كان يسوع 12 سنة. نشوف كمان في كلمات لوقا ان الصبي يسوع قعد في الهيكل يسمع ويسأل معلمي اليهود في حين ان يوسف ومريم خرجوا من اورشليم. خلينا واضحين ان بقاء يسوع في الهيكل لم يكن عصيانا او تمردا على ابويه الارضيين، بل كان نتيجة طبيعية لمعرفة انه يجب ان يكون فيما لابيه السماوي. لوقا 2:46 بتقول: وبعد 3 أيام وجدوه في الهيكل جالسا في وسط المعلمين يسمعهم ويسألهم. تشهد قدراته على إدهاش معلمي الهيكل بحكمته ومعرفته على قدراته الغير عادية. مكتوب عنه: وكل الذين سمعوه بهتوا من فهمه وأجوبته. الأكثر من كده، لما سمع للشيوخ وطرح الأسئلة المهمة عليهم بيّن احترامه الكبير لهم. من وقت الحادثة دي في سن الـ12 وحتى معمرية يسوع في سن الـ30، كل اللي نعرفه عن شباب يسوع هو ان ساب اورشليم ورجع الى الناصرة مع ابويه وكان خاضعا لهم. لوقا 2:51: لقد قام بواجبه نحو والديه الارضيين في طاعة الوصية الخامسة واللي موجودة في خروج 20:12: اكرم اباك وامك لكي تطول ايامك على الارض التي يعطيك الرب الهك. في الحقيقة احنا مش عارفين كتير عن المرحلة دي في حياة المسيح، ولكن عارفين ان يسوع كان يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس. لوقا 2:52. من الواضح ان ده هو كل اللي أصل الله ان نعرفه. توجد كتابات اخرى غير الكتاب المقدس كتبت في ذلك العصر تحتوي قصص عن شباب يسوع، ولكن هذه الروايات معظمها غير موثوق فيها بالمرة. لقد اختار الله الا يكون لنا الكثير عن طفولة المسيح، ولكن علينا ان نثق انه قد امدنا بكل المعلومات التي نحتاج ان نعرفها. من الاخر، الكتاب المقدس مش ذاكر كتير عن طفولة الرب يسوع، ولكنه ذاكر انه عدى في مرحلة النمو الطفولة والشباب زي اي شخص تاني، وكان يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا مع بعض. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكم كل حلقة جديدة، واستنى اسئلتكم في التعليقات علشان نجاوب عليها، ودعمونا بلايك كمان.